في قديم الزمان بالجزء المظلم من الغابة كان هناك ضبع يدعى هكتور. كان يكيد المكائد للحيوانات الأصغر منه ليسخر منهم. وجد هكتور خطابا بينما يتجول في الغابة، فتحه بحماس ورأى بداخله ورقة ذهبية كان بها شيئا مكتوبا. نظر هكتور للورقة لمدة لكنه لم يفهم أي شيء، لأن هكتور كان أميا ضبع سيء. بهذه اللحظة كان هناك قنفذا مارا. عندما رأى الورقة بيد الضبع، مرحبا، كيف حالك سيدي؟ أين وجدت تلك الرسالة؟ ها؟ في قاع الأرض وعلى قمة الجبل. هذا ليس من شأنك، إنها لي. أوه حسنا، إذن فأنت أيضا ذاهب إلى معسكر يوم المعلم. لا يمكنني الذهاب، ليس لدي معلم. بهذه اللحظة خطرت ببال الضبع فكرة ماكرة، سيخدع القنفذ ويذهب للمخيم ويختطف كل الحيوانات ويفترسها. في الحقيقة أنا معلم، لكنني نسيت أن أحضر نظارتي ولا يمكنني قراءة العنوان. ألا أخذتني إلى المعسكر؟ وافق القنفذ بحماس على طلب الضبع الماكر، وانطلقا معا ليوم مخيم المعلم. كان وقتا عصيبا على هكتور عندما ذهب، فأينما نظر وجد حيوانات صغيرة يمكنه افتراسها. الآن في هذا المعسكر أنت معلمي وأنا تلميذك سيدي. حسنا أيها التلميذ الصغير، الآن سأعلمك شيئا عن الوقت. سأجعلك مشغولا لبعض الوقت ثم أبدأ بإطعام نفسي. طلب الضبع من القنفذ أن يمكث مكانه حتى ينحسر ظله، ووافق القنفذ وبدأ ينتظر تحت الشمس. استغل الضبع الفرصة ورأى أرنبا يجمع الخشب لنار المخيم، ولكي يمسك ربط جزرة بحبل ورماها أمام الأرنب. عندما رأى الأرنب الجزرة لم يقاوم وبدأ يتبعها. حسناً، وقعت في فخي يا أرنب. وكلما سحب الضبع الحبل ناحيته كان الأرنب يقترب منه. كان الضبع على وشك أن ينقض على الأرنب. معلمي! ماذا؟ ظهر القنفذ أمامه. أصبح ظلي قصيراً واختفى تقريباً. ما معنى ذلك؟ هذا يعني أن الشمس مباشرة فوق رأسك يا بني. أوه رائع، هذه معلومات قيمة، جميل. وبفضل القنفذ تمكن الأرنب من أكل الجزرة وأخذ الخشب والعودة للمخيم، وكان الضبع الجائع غاضبا. يا بني، سأعلمك شيئا آخر، استمع إلي جيدا. أخذه الضبع نحو شجرة مقطوعة وطلب منه أن يعد الحلقات على الجذع، وبحماس وافق القنفذ وبدأ يعد الحلقات. ولكن هناك الكثير من الحلقات، العدد لا نهائي. ترك الضبع القنفذ وذهب بعيدا. حينها رأى ثلاثا من الشاه يرقصون ويستمتعون. أما الآن فسأحصل على شيء لذيذ. تنكر الضبع ليبدو مثله بإلصاق العديد من القطن عليه، لذا اندمج معهم وظل يرقص. ما
بعد مدة اقترب هكتور من واحدة منهن ووقف على قدمين وفتح فمه. بهذه اللحظة معلمي، ظهر القنفذ الصغير أمامه. ماذا؟ أنت مجددا؟ معلمي، لقد عددت الحلقات على الشجرة، عددها هو بالضبط 150. ماذا يعني هذا؟ أوه حسنا، هذا يعني أنك الآن تعرف عمر تلك الشجرة. أوه واو، معلومات قيمة. عادت الشاة لمكانهن بالمخيم وتم إنقاذهن من الضبع بفضل القنفذ الصغير. كان الضبع الجائع غاضبا للغاية هذه المرة. يا بني، سأعلمك شيئا آخر، ستغرب الشمس قريبا، استمع لي جيدا. طلب الضبع من القنفذ أن يركض بعيدا عن المخيم وأخبره أنه سيتمكن من إيجاد نار المخيم باتباع النجم الشمالي بالسماء. وانطلق القنفذ بحماس. غربت الشمس وبدأت النجوم تلمع بالسماء. كان الضبع الماكر يترصدهم خفية ليفترس المعلم والحيوانات التلاميذ الجالسين حول النار. حينما تنطفئ النار سأمسك بكل من يتجول في الظلام. وبمجرد ما أخبرهم الدب المعلم، حان وقت النوم وأطفأ النار بدلو من الماء. انقض الضبع عليهم. إنه الطفل يساعدنا أحد. فليساعدنا أحد. الضبع هنا. بينما الحيوانات بالمخيم تركض بخوف في الأرجاء، وجد القنفذ الصغير المخيم أخيرا بضوء النجم الشمالي، لكنه كان مصدوما مما رأى. لا، إنه ليس معلما، لقد خدعت. بدأ القنفذ بإلقاء أشواكه على هكتور بسرعة وحبسه بمكان صغير. لم يستطع الضبع التحرك من مكانه وبدأ يبكي. النجدة، ساعدوني. حسنا، لن أؤذي أحدا، سأنصرف من المعسكر الآن. اقترب القنفذ ببطء من الضبع. أخطأت حين وثقت بك، أنت لست معلما، أنت ضبع مخادع. انصرف من هنا حالا، وإلا سأستخدم إبري لعمل قفص أكثر خطورة. وبمساعدة القنفذ تخلص الضبع من الأشواك وركض بعيدا عن المخيم. بهذه الليلة أعطى المعلم الدب للقنفذ الصغير أثمن هدية للمخيم، مكافأة المعلم الصغير، لأنه أحيانا المعرفة وحدها لا تكفي، ومن المهم استخدامها لأغراض جيدة، وأيضا دمج هذه المعرفة مع الشجاعة. بينما يتمشى الأرانب الثلاث في الغابة وجدوا جزرة كبيرة. أوه، انظروا إلى هذا، رأيتها أولا. أنا رأيتها أولا، هذه الجزرة ملكي لا محالة. ولكنني رأيتها أيضا. بينما الأرانب تتجادل لوقت طويل، توصل أحدهم لفكرة عظيمة. لنذهب إلى أبعد نقطة في الغابة ونتسابق عائدين إلى هنا، ومن يصل أولا يأخذ الجزرة. لكنهم لم يقرروا نوع السباق. أنا أركض جيدا. وأنا أقفز جيدا للغاية. رآهم الذئب جاك، والذي كان جائعا اختبأ في الحال بين الأغصان عندما سمع الأرانب الثلاثة. أنا جائع جدا، فقط بأكلي للأرانب الثلاثة في وقت واحد قد أشعر بالشبع. حسنا، سباق الركض في الغابة أولا. بمجرد أن علم الذئب أن الأرانب يتسابقون على الجزرة،
انطلق وحفر حفرة عميقة بطريقها وغطاها بأوراق الأشجار. لن يستطيع أي أرنب الهروب من فخي. بعدها بدأت الأرانب سباق الركض. سبق كل منهم الآخر، ولم يكن واضحاً من المتقدم ومن المتأخر. والذئب الشرير يراقبهم بفضول، ورآهم يتجهون نحو فخه مباشرة. ستقعون جميعاً في ذاك الفخ. لكن الأرانب مرت خلال الفخ بسرعة، لدرجة أنهم تركوا سحابة غبار خلفهم. بينما أتى الذئب ونظر نحو الفخ بدهشة. ها؟ لم لم يقع الأرانب في فخي؟ قفز جاكو على الأوراق ليختبر الفخ قفزتين، والثالثة سقط بنفسه في الفخ. مستحيل، وقعت في الفخ الذي صنعته. بينما يحاول الذئب الخروج من الحفرة، كانت الأرانب تتسابق من سيصل للأبعد. تذكروا، سنقفز ونتتبع العلامة المؤدية إلى الجزرة. وبينما كان السباق على وشك أن يبدأ، أصابت شوكة الأرنب الثاني. لكني لن أستطيع القفز بهذه الشوكة. بينما كان أصدقاؤها يساعدوها، غير الذئب الشرير علامات الاتجاهات المؤدية للجزرة. هيا اقفزوا إلى المستنقع وسأتناولكم بكل شهية. أرانب صغيرة جميلة. سبق الذئب الأرانب نحو المستنقع، وتخلص الأرنب الثاني أخيراً من الشوكة بقدمه، وبدأ سباق القفز. كل منهم كان يركض أبعد من الآخر، متبعين العلامات الإرشادية. بعد مدة وصلوا لمفترق طرق. كان هناك علامات لكلا الطريقين، وكانوا محتارين للغاية. سنذهب إلى اليسار أم إلى اليمين؟ أنا أعتقد يساراً. لا لا، يمين. قرروا في النهاية أن يتجهوا يساراً، وكان الذئب الشرير قد سكب بعض العسل الذي سرقه من النحل على صخرة بمنتصف المستنقع، وانتظر الأرانب بفضول. هذه ستكون قفزتكم الأخيرة. أدركت الأرانب أنهم متجهين نحو المستنقع وليس إلى الجزرة. هذا مستحيل، أعتقد أننا اخترنا الطريق الأطول للجزرة. إذن فلنقفز على حجار المستنقع ونعبره. وبينما يتقافز الأرانب فوق الصخور، علق أحدهم بصخرة العسل. لقد علقت على الحجرة، لا أستطيع القفز. قدم إليه أصدقاؤه لمساعدته، وبسرعة خلصوه من العسل. شكراً يا أصدقائي. بينما جاكو الشرير، كانت يداه مغطتان بالعسل، فهجم النحل عليه. وبينما كان يريد إمساك الأرانب، ساعدوني، سقط بالمستنقع وهو يركض بخوف. أنا أغرق، ساعدوني. وصلت الأرانب أخيراً لحافة النهر للسباق الثالث. أعرف السباحة جيداً، انظروا كيف سأكون الأول. وبينما تتحدث الأرانب لبعضها، فكر جاك بخطة أخرى. وضع الخس الذي ذب مكان عبور الأرانب، وأخذ شبكة طويلة وتسلق الشجرة. بينما يأكل الأرانب الخس، سأمسك بهم من هنا.
بدأت الأرانب سباق السباحة، إذا سبق أحدهم يلحقه الآخر، حتى وصلوا جميعاً بنفس الوقت وأنهوا السباق. وعندما رأوا الخس الذي بدأوا بأكله بشهية كبيرة، كان الذئب على وشك إمساكهم من أعلى الشجرة، لكن علق بشبكته أحد اللقالق المهاجرة وطار به بعيداً. لا، دعني أنزل فوراً. اقتربت الأرانب من الجزرة الكبيرة وبدأوا بالركض نحوها للمرة الأخيرة، لكن جاك الشرير تنكر كجزرة وانتظر الأرانب بخط النهاية. هذه المرة سأكلكم دفعة واحدة بالتأكيد. بينما ينتظر الذئب الأرانب مغلقا عينيه وفاتحا فمه، اقترب منه أحد المزارعين ببهجة لرؤيته لهذه الجزرة الكبيرة. أوه، يا لها من جزرة كبيرة جدا. لم يدرك المزارع أن الجزرة التي يحملها لم تكن سوى ذئب متنكر كجزرة. اتركني، أنا لست جزرة، أنا الذئب السيء، الذئب السيء. جاك. بنهاية السباق وصلت الأرانب لخط النهاية معا، واحتلوا جميعا المراكز الأولى. كلنا أنهينا كل السباقات في الوقت ذاته. إذن ثلاثتنا يمكننا المشاركة بالجزرة. نعم، ولكن أين الجزرة؟ تجول الأرانب في الأنحاء حتى وجدوا الجزرة الحقيقية التي خبأها الذئب، وأكلوها كلهم معا، لأن أهم شيء هو امتلاك أصدقاء جيدين يمكنك برفقتهم تحقيق أي شيء. أمي، أمي، انظري، لدينا رسالة. نعم، وهذا الخطاب لك يا صغيري، إنه يحمل اسمك. قد كان هذا هو أول خطاب للباندا الصغير، كان متحمساً للغاية، لكن وسط دهشته لم يلاحظ الذئب الصغير المشاكس وهو يستمع إليهما. يا ترى ما المكتوب في تلك الرسالة؟ الجميع يتلقى الرسائل إلا أنا. رائع، إنه خطاب دعوة، حذر من قادم. الدب بائع البالونات؟ لا. الببغاء المهرج؟ لا، زرافة الآيس كريم. مرحى مرحى مرحى. إذن زرافة الآيس كريم، ستعرفون جميعا معنى ألا أكون مدعوا. وعندما طلعت الشمس بشكل مباشر، اجتمعت الحيوانات الصغيرة التي تريد أكل الآيس كريم حول أشجار البامبو، وكانوا بانتظار زرافة الآيس كريم، لكن لم يأتي أحد. سئمت الانتظار، متى سيأتي زرافة الآيس كريم؟ حسناً، كتب أن هذا مكان لقاء، أليس كذلك؟ نعم نعم، نحن ننتظر في المكان المناسب هنا. وبعد مدة جاء زرافة الآيس كريم نحو الحيوانات حزيناً بدون أي عربة آيس كريم ما. آسف لأنكم انتظرتم يا أصدقاء، ولكن ضاعت مني عربة الآيس كريم. هذا الصباح وضعت نكهات الفراولة والكاكاو والفانيلا في عربتي وأخذت طريقي. أردت أن أستريح تحت شجرة تفاح حين كنت أمشي قرب النهر. في ذاك الحين
أكلت التفاح الأحمر اللذيذ من على الشجرة. كنت على وشك الانطلاق مجددا، وخمنوا ماذا رأيت؟ لقد اختفت عربة الآيس كريم. نظرت وبحثت في كل مكان، ولكن لا لا. لا تحزن يا زرافة الآيس كريم، سنساعدك. سنساعدك لإيجاد عربة الآيس كريم. حقا؟ ذهبوا جميعا نحو شجرة التفاح لإيجاد عربة الآيس كريم. بهذه اللحظة كان الذئب المشاكس الذي اختطف العربة يأكل بداخل مخبئه جميع الآيس كريم بشهية. يم يم يم. أوه، هذا كله لي، لا أحد غيري سيتناول الآيس كريم. الباندا الصغير الذي كان يلاحق العربة أرى أصدقاءه آثار الإطارات بواسطة عدسة مكبرة. هذه آثار عربة الآيس كريم من هنا، هيا. لكن اختفت العلامات عندما وصلوا إلى أعشاب طويلة. أوه، ما الذي سنفعله الآن؟ يا أصدقاء، هناك رائحة، هل تشعرون بها؟ وكأن الفراولة. نعم، هذه رائحة فراولة. رأى الباندا وأصدقاؤه بعض الفراولة ملطخة جذع الشجرة. أعتقد أننا نسير على طريق صحيح، هيا بنا من هنا. وبعد مدة تبع الجميع بنجاح رائحة الفراولة، لكن عندما وصلوا ناحية المستنقع اختفت رائحة الفراولة وحلت رائحة الطين محلها. حسناً، لقد بذلنا جهداً كبيراً، لكني لا أرى أي عربة آيس كريم. أوهو، إنها ليست عربة آيس كريم، ولكن الآثار على الطين تستمر هنا. نعم، كما أنها الآن ليست فقط آثار عجلات، بل هي أيضاً آثار أقدام. أدرك الباندا الصغير وأصدقاؤه فوراً أن آثار الطين التي وجدوها تنتمي إلى الذئب، لذا باتباعها وصلوا إلى مخبأ الذئب. أخبرهم الثعلب أن عليهم الدخول والحصول على عربة الآيس كريم. ولكن أنا أخاف كثيراً. لا لا لا، لا أستطيع. أنا خائف أيضاً، لا أستطيع. ها؟ أنا أستطيع. استجمع الباندا قوته وذهب باتجاه مخبأ الذئب. أدرك الذئب المشاكس قدوم أحدهم، صرخ بأعلى صوته محاولاً إخافته. من هناك؟ لا تقترب، لقد وضعت فخاً، إن اقتربت سوف آكلك. عرف الباندا من صوت الذئب أنه مريض جداً، لذا تقدم غير خائف نحوه ورأى أن كل الآيس كريم تم أكله. أوه، أنت مريض جداً يا ذئب. أنا لست مريضاً، كل الآيس كريم كان لي. حسناً. أقنع الباندا الذئب بصعوبة أن يخرج معه. تفاجأت الزرافة والحيوانات عند رؤيتهم للذئب مريضاً للغاية. أجلسوه بجانب صخرة ليتدفأ بالشمس. أعطاه أحدهم شاي الفواكه الساخن، أعطاه شربة البامبو الصحية، وآخر أعطاه وشاحاً ليدفئه. إن لم تقم بسرقة عربة الآيس كريم، كنا سنتشارك الآيس كريم ونقضي وقتاً ممتعاً أيها الذئب الشقي. نعم، ولم تكن لتمرض أو تبرد في هذا اليوم الصيفي الرائع. ولكن لم تكونوا لتشاركوا معي الآيس كريم، فأنتم لم ترسلوا لي رسالة دعوة.
عندما أخبرهم الذئب أنه لم يستقبل خطاباً، أشار التمساح نحو أغصان الشجرة. أعتقد أن رسالتك قد علقت في أغصان الشجرة هناك، ولذلك لم ترها. أوه، هنا. اللقلق ساعي البريد دائماً ما يسلم الرسائل لأصحابها. انظر، اسمك حتى مكتوب عليها. ومنذ هذا اليوم أصبح الذئب أكثر حذراً ويعامل أصدقاءه الطيبين بلطف، لأنه لم ينسى أن أهم شيء في حياة الغابة هو التضامن والصداقة. Bye-bye.